السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرسيدس 203 مثل ما انا سامعين المروحة شغالة على طول. نفتح كونتاكت نشوف العطل شو هو ان شاء الله. السم علبة الفيوزات الفوند اللي ورا، وفي عندي مشكلة هون بالموتير، في مشكلة بالموتير نشوف شو حيعطيني. خبركم لانه هيدا محطوط عنا M47 رقم القطعة، بدي اشوفها شو هي. في شي بالمكيف السيجنال لايتون او يكون مقطوع شي. مثل ما نحن ملاحظين هون مكتوب M47، يعني هي هذه المروحة. وهون عم بيقول انه في مثل قطع سيجنال لايتون وانت بريشون، لازم ينفحص هذا الكابل. بس في عدة سبيسيال، انا منها مشكلة هلا بشوف هذه الفيشة وخبركم شو بيصير معي. هلا هوني ما قدرت استفدت منها لهيدي لانه في عدة سبيسيال هوني بالشركة ما عندي اياها انا هيدي، لذلك حنفحصها على طريقتنا احنا. هيدي الخريطة تبعيتها، هيدي القطعة اللي هون هي المروحة نفسها. اوكي، بتاخد خطين، واحد اثنين بلوس ومينوس الكبار الطخان، وفي اثنين صغار، واحد بيجي على كهرباء والتاني بيروح من الكمبيوتر مباشر، يعني من الـ HCU تبعت الكمبيوتر موتور شتويا جريت للقطعة هيدي للكمبيوتر هذا. يعني بدنا نفحص اول شيء البلوس، بعدين بدنا نفحص الليمبوس هذا ان شاء الله خير. هذا جاي على كهرباء، هلا بدنا نشوف خط الليمبوس اللي بيجي من هون للكمبيوتر هذا نفحصه. اذا بنفوت هلا على الموتير بنلاقي هون كمان نفس الشيء، 57 راي على الاي سي على الكمبيوتر تبعيت الموتور كيلو على هيدي المروحة يعني، بس انا بدي اياه هو 57. انا فكيته للكمبيوتر، لاحظت انه هذا كان عند التصليح قبل هلا. هيدي شركة المانية معروفة، في حسينة قبل هلا للسيارة مبرمين على العطل وشكلهم شاكين بالكمبيوتر. ان شاء الله خير. انا مثل ما حكينا حافحص الكابل من هون لتحت. هذا هو الكابل، انا نفحصه من هون وتحت، انا واصل الخط يعني نحطه على الاخضر. اوكي، هلا انا وقت بحط هيدي هيك بيعطيني هوني بالميجا اوم. ميجا اوم يعني في فصل طير من محله، في قطع يعني كابل بروخ. اوكي، راح احمد له هلا خط بروني ونشوف شو حيصير معنا. ده انا حطيت هوني خط من هون لتحت، هذا خط البروني. اوكي، نجرب
بسم الله الرحمن الرحيم. المفتاح يلا افتح كونتاك، شكله مبروك لانه ما طلعت. دورنا السيارة شكله تمام. طلع معنا الكابل مقطوع، غيروا او صلحوا الكمبيوتر ما مشي الحال، لذلك اجت السيارة لهون ولقينا العطل. ان شاء الله خير، يمكن افحصها شوية على الاتلسكوب لحتى نشوف شو عم بيصير معنا. هلا بنمحي العطل. بدي لك تفي الكونتاكت. خيني جاد بالكونتاكت. نرجع نقراها. مبروك راح العطل. وهذا هو كان العطل عنا، انه الكابل مقطوع. هلا انا ما حابرم على العطل يعني صراحة، لانه معركة طاحنة. بدي مدله خط براني يكون ما يدق بشي وسلموا اياها لزبون. اكيد بس بقله على الموضوع انا. هلا عم نحول شغلي على الاتلسكوب. هون بنلاحظ شغلي، المسافة بين من هون ومن هون صغيرة، يعني الـ PVM سيجنال اسمه هذا الوقت. عندنا هون هلا وقت ندور المكيف، دور زفرين، دور المكيف، بنلاقي هون صورة أكبر، يعني عم يعطيها التايم أكثر. أوكي؟ هلا بقول له يطفيها. بنلاحظ هون طفينا المكيف، زغرت زغرت زغرت، راح السيجنال. أوكي؟ هلا اشتريت واحد هذا هون حقه 200 أورو بعتقد، بدي أجرب العملية بيشتغل ولا لا. قبل شيء نفحص. هلا هون مطفي كله تمام، الكابل كان مقطوع، حنقطعه نحن هلا ونشوف شو حيصير معنا. شلته للكابل. هلا كبرت المروحه ورجع الحكم تمام. حطه نرجع على كلمة الـ PVM سيجنال، انه هلا لو انقطع هذا عطل PVM سيجنال انه عطيه على الاخير فل. نرجع كمان محاولة نشيله، نرجع اشتغل على جرب. انا بالثاني اللي انا اشتريته جديد ونشوف شو حيصير. هون ما ننسى البيرت. هلا هذا هون حطيته على الاوتوماتيك سيت انا. دور نشوف كيف كبر البي بي ام هون. اعطاها عملية هي ذاتها. اوكي هنشبك هلا الثاني هذا هون اللي هيدي. لازم نعطيه كمان بارد. بتلاقيهم نفس الشيء، حيطفي ويضوي من عنده. شايف تنتهم صغروا. انا هيدي المكنة عجبتني كتير، انه صغيرة قد الايد، فيك تاخدها معك شريها يمكن بعتقد 200 اورو ماني ذاكر مزبوط. هذا رقمها واسمها هوني اللي حب بده يشتريها.
شاء الله تكونوا استفدتوا من هالموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.